إخوتي وأخواتي في أمة العرب، في أرض الأنبياء، أرض الرسائل، على أرضنا كلم الله بني البشر بالأنبياء. من أرضنا انطلقت الرسائل، من أرضنا انبثق نور أشرق على الجالسين في الظلمات، فوقها أعلنت مشيئة الله بالحب والسلام والإخاء بين كل الشعوب، فوقها أعلن الوحي شريعة تكريم الإنسان. فلم يعد هناك عبد أو حر، رجل أو امرأة، مكرم أو مذل، فأمام الله يتساوى الكل. إخوتي أخواتي، تلك كانت مشيئة الله سبحانه لبني البشر ليعيشوا حياة، نعم حياة أفضل. فهل سعينا لتحقيق مشيئته عز وجل بيننا؟ كلا، عوض أن نحمل الرسالة لنكون نورا للعالم من حولنا، أطفأنا مصابيح النور بفساد أفكارنا وأفعالنا.